شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات، والذي يستمر على مدار 3 أيام متتالية ل63 متقدمة. ويسعى البرنامج إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية وفقاً لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة. يأتي ذلك البرنامج متسقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية. النهاردة الأكاديمية الوطنية للتدريب بتستقبل العديد من الشخصيات العامة والسادة الوزراء والمسؤولين ومديرين التنفيذيين للعديد من الشركات الدولية والسفراء الأجانب الموجودين في مصر لإجراء آخر مرحلة من مراحل التقدم لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات. هو البرنامج بيندرج تحت مدرسة القيادة للمرأة، ودي أحدث مدرسة القيادة اللي أطلقتها الأكاديمية سنة 2023، وبصفة أصيلة بتستهدف المرأة المصرية سواء داخل مصر أو خارج مصر، إن في برنامج المصريات في الخارج وده اتخرج منه دفعتين، والحقيقة الدفعتين موجودين في زيارة لمصر خلال الأسبوع ده. وتحت المدرسة في برنامج المرأة في المحل تقود في المحليات، وده برنامج على قدر من الأهمية بالنسبة لنا، لأن يعني مش عايزة أكون متحيزة، بس دايما المرأة هي الرقم الصحيح في معادلة التشجيع والتغيير وخاصة في المحليات.